اخوي مش قاعد رونالدو. رونالدو اليوم ما... مو اليوم، من المباراة اللي فاتت واللي قبله، ايش فيه رونالدو؟ عشماتر يا اخوي. والله اخي انا ايش ما بلاه اقول، رونالدو اقول يمكن سحر، يا اخي، يمكن هداف كوكب الارض الان انت، ايش سالفتك؟ عاد تسجل هدف هدفين، عين رجع عين ما طلع ملائكتك. من عين يا ابو مبارك، عين 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 ما طلع. عين اي والله عين عين، كل المباريات اللي صقع جايب حوالي 56 هدف العين الموسم حق هذا، والله. والحين وقفت العين على المباراتين هذه. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. اليوم رونالدو والله. شماتر يا اخو، وش اسمك؟ يا اخوي ما ابي اسمك يا اخوي، ابغى اسم الجن اللي فيك. بسم الله، اللهم انزل سكينتك. وش اسم الجني؟ اللهم اللهم انزل سكينتك علي. الله اللهم انزل سكينتك. وش اسم الجني؟ رأيت، هذه حالته منذ أن كان عندي يتعالج قبل سنتين. وهذا الجن اللي فيه مالك له، ذا متمرد، ذا غير متعاون البتة.